أسعد الله أوقاتكم. هذا صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ بأهم العناوين. موقع الهيئة نيت: ميليشيات الحشد الشعبي تطوق قرى ناحية المنصورية بديالة. موقع الإثراء: عراق 19 عاما على غزو العراق، ما زالت المحاصصة الأمريكية حاكمة. صحيفة المدى: الصحة تحذر فئات الاختطار العالي من ترك جرعة لقاح كورونا الثالثة. صحيفة القدس العربي: هيومن رايتس ووتش تحمل الحكومة العراقية مسؤولية إفلات الجنات من العقاب. موقع عربي 21: الاحتلال يعتدي على المقدسيين في باب العمود. صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ: فشل الأمم المتحدة في قضية أوكرانيا أحدث دليل على قرب انهيار النهج متعدد الأطراف. صحيفة لوبينيون الفرنسية: قيس سعيد حول مختبر الديمقراطية في العالم العربي إلى مصنع استبدادي تحت حكمه. يقول الكاتب وليد الزبيدي في صحيفة الميثاق الوطني: قبيل الحرب على العراق خرج ملايين المحتجين على ذلك الغزو بمشاركة ما يقارب 600 مدينة في العالم، وتوزعت تلك المظاهرات بين مطالبة بمنع حصول الغزو الذي قادته الحكومتان الأمريكية والبريطانية، وبمساندة العديد من الدول، وبين التحذير من كوارث ستحصل بسبب الغزو والاحتلال، وأخرى تؤكد أن قرار الغزو والاحتلال واحتلال العراق مخالف لقوانين الأمم المتحدة ومبادئها. نستمع إلى جزء من المقال. تأكد في وقت لاحق أن قادة البيت الأبيض قد وقعوا في مستنقع التفكير السطحي فيما يتعلق باحتمالات ظهور رفض للاحتلال، وأجمع غالبية هؤلاء أنهم قد استبعدوا تماماً ظهور تمرد في العراق، هكذا يصفون المقاومة في المرحلة الأولى. لكن شجاعة المقاومين وسرعة انطلاقها في العراق وحجم الخسائر التي تتكبدها القوات الأمريكية والبريطانية والقوات الدولية الأخرى قد ألقت بظلالها على قناعات البيت الأبيض من جانب، وعلى الشارع الأمريكي بصورة عامة من جانب آخر، وهكذا قلب المقاومون في العراق قناعات الشارع الأمريكي والدولي، وبسرعة وفي وقت قياسي انعكس ذلك على قناعات الشارع الأمريكي والدولي، وانقلبت نسبة المؤيدين في الشارع الأمريكي لغزو العراق بصورة سريعة، فقد وصلت نسبة المؤيدين للحرب على العراق قبل بداية الغزو في ربيع العام 2003 إلى نسبة 60%، وهذه النسبة عالية جداً في حسابات قياس الرأي العام ضمن الاستطلاعات التي تجريها المؤسسات المتخصصة الرصينة. ووفقاً لاستطلاع الرأي نفسه وقد أعيد في أبريل نيسان من العام 2007، ذكر 58% من المشاركين فيه أن الهجوم الأول كان خطأً. وقبل ذلك وفي مايو مايز من العام 2007، نشرت صحيفة نيويورك تايمز وسي بي اس نيوز نتائج مماثلة للاستطلاع للرأي، رأى فيه 61% من المشاركين أن الولايات المتحدة الأمريكية كان ينبغي أن تبقى خارج العراق. يختم الكاتب بالقول: من يتابع تصريحات قادة البيت الأبيض وغيرهم من المؤيدين والمساندين للغزو يجد هؤلاء يعترفون بسذاجة تفكيرهم وحجم هزيمتهم، وبدون شك يقف خلف ذلك شجاعة المقاومين في العراق وتصديهم البطولي للغزو منذ بداية الاحتلال في العام 2003.
يقول الكاتب جاسم الشمري: تعودنا في العراق أن نكون بعد كل انتخابات برلمانية أمام ماراثون من المفاوضات الطويلة والعريضة، حيث تدخل القوى الفاعلة في مناحرات وليس مفاوضات لتقسيم كعكة المكاسب، ومن يظفر بالرئاسات الثلاث وكيف تقسم الوزارات السيادية وغيرها من أدوات النفوذ الرسمي والقائمة على حساب مصلحة الوطن والمواطن. عقدة الخلاف بين الصدر والإطار التنسيقي برئاسة نور المالكي والتي انسحبت على تسمية رئيس الجمهورية تتمثل في النزاع على شكل الحكومة المقبلة وتوزيع المناصب بينهم. هذه الصراعات المتداخلة ستمزق حياة المواطنين وتدفعهم نحو المزيد من الدهاليز الغامضة، مما يجعلهم في حالة انهيار مستمر لأنهم ضاعوا وسط غياب التوافق السياسي والقانون العادل. إن القيادة الرصينة هي التي تفكر بحقوق عموم المواطنين وليس جزءاً منهم، ومن هنا كانت الكارثة السياسية في الحالة العراقية، فصرنا أمام قيادات غالبيتها لم تفلح في اكتساب حقوق المكون ولم تنجح في تحصيل حقوق عموم المواطنين. الدولة القوية لا تبنى على أسس طائفية ومكوناتية، لأن القائد يفترض أن يكون مسؤولاً للجميع وليس لطائفة أو مكون معين، وإلا فهذه دعوات تقسيمية تهدف إلى تمهيد الطريق لإعلان الأقاليم، وبالمحصلة تفتيت الدولة العراقية وتمزيق مقدراتها وثرواتها. هذه المفاوضات المكوناتية جعلت الدولة العراقية تمر حالياً في أخطر المراحل بسبب الانغلاق السياسي وفقدان السعي لتقديم مصلحة الوطن على المصالح الفرعية، ولعدم نجاح أي حكومة في بسط الأمن وتكبيل قوى اللا دولة، وأيضاً لزيادة الهشاشة في عموم دوائر الدولة وخنق الإعلام وزيادة معدلات الجريمة وبقاء صور الظلم المجتمعي وغير ذلك من الصور المهددة بهلاك الدولة، مع غياب البوادر الحقيقية والجادة لإنقاذها. يضيف الكاتب: منذ نهاية انتخابات العام 2021 والقوى الكبرى تدور في دائرة مفرغة بسبب عدم التوافق على منصب رئاسة الوزراء، وبالذات بعد فوز تيار مقتدى الصدر بالمركز الأول في انتخابات لم يشارك فيها معظم الشعب العراقي، وسعى خصومه من ذات المكون للظفر بالمنصب بالطرق الدبلوماسية وغير الدبلوماسية كافة. يقول الكاتب علي حسين في مقال نشرته صحيفة المدى: لا تأتي الدهشة من أن 50 مليار دولار موجودة في بنوك لبنان على شكل ودائع تحولت إلى خلال 19 عاما الماضية، أما أصحابها فأعتقد أن أي مواطن بسيط يعرف من هم الحيتان الذين سرقوا الأخضر واليابس وحولوا الأموال إلى بنوك أجنبية. المواطن العراقي الفقير والبسيط مطلوب منه أن يتقشف وأن يمتلئ فرحاً وسعادة وهو يسمع أن الحكومة منحته حصة تموينية إضافية، وأنها تفضلت بأن وضعت له قليلاً من العدس والسكر. تنبع الدهشة من أن أحداً لم يصرح كيف تحولت هذه الأموال ولماذا لم يصدر بيان رسمي عن الودائع العراقية في لبنان. في العراق لك أن تتخيل، يوجد شيء اسمه هيئة النزاهة البرلمانية، بعض أعضائها من المتورطين في الفساد المالي. لم نسمع أن هذه الهيئة سألت أحد السياسيين أو النواب: من أين لك هذا؟ منذ أن اعترف أفلاطون أن العدالة هي حكم الأكثر كفاءة والناس يبحثون عن أصحاب الكفاءات الذين يملؤون الأرض منجزاً وصدقاً. وكما أخبرنا صاحب الجمهورية يوماً أن الدولة وجدت لتوفير حياة مرفهة، أصر بناة البلدان على أنه لن تكون هناك حياة كريمة ما لم يتوفر لها رجال شجعان،
وتذكر جنابك أن كلمة سراق حرفناها لغوياً فاعتبرنا السارق شجاعاً والنصاب شجاعاً والقاتل شجاعاً. يضيف الكاتب: ثمة وطن من الفقراء ينمو كل يوم على مدى العراق، فيما يدور الجدل الكبير ليس حول مال الشعب الذي نهب وغياب الخدمات ومأساة المستشفيات، بل حول المناصب والفرق بين التوافق والأكثرية منذ 19 عاما، والدولة لا تكف عن إصدار البيانات عن إنجازاتها ولا تتمهل لحظة في إطلاق الوعود، ولأن أصحاب السيادة والمعالي ينتقلون في مواكب معتمة فإنهم لا يشاهدون ما يشاهد المواطن البسيط من أطفال يفتشون في القمامة ورجال يفتشون عن أطفالهم في أكياس القمامة وآلاف آخرين ينتظرون من ينقلهم من حالة العدم إلى حالة، وفق مقال الكاتب، الكفاف. نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً أشارت فيه إلى أنه عندما شنت روسيا هجومها على أوكرانيا اعتقد عدد كبير من المعلقين أن هناك جانباً واحداً مشرقاً على الأقل في هذه السحابة الكارثية، كانوا يأملون أن يؤدي هجوم بوتين على النظام الليبرالي إلى كشف القوى الشعبوية غير الليبرالية التي زادت في السنوات الأخيرة ونزع شرعيتها. البعض تكهن بأن الحرب في أوكرانيا يمكن أن تنهي عصر الشعبوية، ورأى الباحث فرانسيس فوكوياما أن هناك فرصة للناس كي يرفضوا أخيراً القومية اليمينية. للأسف بعد 6 أسابيع من هذا الصراع تبدو مثل هذه الأفكار وكأنها مجرد أمان. وفي أوروبا هناك انتخابان محوريان في المجر وفرنسا يرويان الحكاية. في الآونة الأخيرة قبل أيام قليلة كان من الممكن الإشارة كما فعلت مقالة في مجلة أتلانتيك إلى أن حرب أوكرانيا كانت قلب السياسة الأوروبية من خلال تسليط الضوء على السجلات غير الليبرالية والموالية لبوتين لزعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان. نقل عن الخبراء قولهم إن أوربان كان يحاول يائساً إعادة تأطير الأحداث حول الحرب، وتوقع أن يرى الفرنسيون الآن الرئيس إيمانويل ماكرون على الأرجح الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يقودهم خلال هذه الأزمة. ليس الأمر أن تصرفات روسيا في أوكرانيا تحظى بشعبية، لكنها لا تهيمن على نظرة الناس للعالم. لم تتضرر سمعة السياسيين الموالين لروسيا من الحرب كما توقع الكثيرون. بعد أن شعر بالإحباط من تقرب الزعيم المجري لبوتين، قام فولودمير زيلينسكي بمغامرة وشجب بالفعل لأوربان، واصفاً إياه بأنه الوحيد في أوروبا الذي يدعم بوتين علانية. وحتى ذلك لم ينجح في إفقاد أوربان شعبيته. يقول الكاتب إن الشعبوية اليمينية في المجر وأماكن أخرى تحظى بشعبية حقيقية، وبينما استفادت لوبان من ارتفاع التضخم وانتقدت حكومة ماكرون لارتفاع الأسعار بجميع أنواعه، فإن جاذبيتها الأساسية تأتي من قوميتها الثقافية القوية. أوربان ولوبان وآخرون من اليمين ينتقدون باستمرار المهاجرين والتعددية الثقافية. أدى فشل هيئة الأمم المتحدة في حل عدد كبير من الأزمات العالمية وآخرها قضية أوكرانيا إلى التساؤل دائماً عن الأسباب، ولذلك يرى الخبير السياسي رفيق دوساني مدير مركز سياسة آسيا والمحيط الهادئ بمؤسسة راند الأمريكية في تقرير نشرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست أنه ينبغي ألا يكون فشل الأمم المتحدة في التصرف إزاء الغزو الروسي لأوكرانيا مثار دهشة أي أحد، إذ أن ذلك يبدو مجرد أحدث مظهر لاتجاه سائد منذ عقدين لعدم الفاعلية المتزايد للمؤسسات العالمية متعددة الأطراف في مواجهة التحديات الدبلوماسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
يبدو أن هناك قوتين منافستين تقومان بدور تلك المؤسسات العالمية. فهناك أولاً زيادة في استخدام ترتيبات غير رسمية مثل الحوار الأمني الرباعي المعروف أيضاً باسم كواد، وثانياً هناك انتشار لاستخدام الترتيبات الإقليمية. أن الاتجاهين أضعفا المؤسسات متعددة الأطراف، ويمكن أن يمثلا عودة لعقود مواجهات الحرب الباردة وإثارة التساؤلات حول إمكانية بقاء المؤسسات متعددة الأطراف على المدى الطويل. ويقول دوساني إن ضعف النهج متعدد الأطراف بدأ مع الخلافات حول العراق عام 2002 في مجلس الأمن الدولي، فقد أدى فشل الولايات المتحدة في إقناع فرنسا وروسيا وهما من الأعضاء الدائمين بالموافقة على غزو العراق إلى تشكيل تحالف الراغبين لهذا الغرض. وفي عام 2013 فشلت الولايات المتحدة مرة أخرى في الحصول على موافقة مجلس الأمن على تدخل عسكري في سوريا، ومرة أخرى شكلت تحالف راغبين لهذا الغرض. وفي ختام تقريره يرى دوساني أنه إذا حدث فشل النهج متعدد الأطراف فإنه يمكن أن يزيد من التحديات المهمة حول كيفية معالجة القضايا العالمية العامة، ومن الصعب القول ما إذا كان بديله سيكون نهجاً إقليمياً قائماً على أساس قواعد أو تحالفات راغبين عالمية غير رسمية، وأكد أن أي تغيير سيكون أمراً غير مرحب به. قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن النظام السوري اتبع طرقاً رسمية وغير رسمية للاستيلاء على أموال المعتقلين الموجودين في سجونه. وشاركت الصحيفة البريطانية مقالاً وثقت من خلاله مصادرة النظام السوري لأصول بقيمة $1.5 مليار من المعتقلين والمختفين قسراً. أشارت الصحيفة في مقالها الذي تعاونت فيه مع رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا إلى أن أكثر من ثلث المعتقلين والمختفين قسراً في سوريا منذ عام 2011 وحتى عام 2021 صودرت ممتلكاتهم من قبل النظام السوري بطرق رسمية وغير رسمية. نظام الأسد غالباً ما يتبع الطرق الملتوية ويصادر بشكل غير رسمي ممتلكات المعتقلين، مشيرة إلى أن قوات الأسد كانت تصادر السيارات والممتلكات العقارية عند الاعتقال دون قرار من المحكمة وبشكل اعتباطي. وأشارت إلى أن هناك جزءاً من الأموال المستولى عليها من ممتلكات المعتقلين تمت مصادرته من خلال قرارات رسمية صادرة عن محكمة الميدان أو محكمة الإرهاب. ونقلت الصحيفة البريطانية عن الشاب السوري عماد أبو راس قوله إن قوات الأسد صادرت ممتلكاته بشكل كامل خلال التهجير القسري الذي تعرضت له مدينة دارية الموجودة قرب العاصمة السورية دمشق، ونوهت إلى أنها وصلت إلى وثائق ومعلومات تؤكد أن نصف معتقلي مدينة حمص وأريافها تمت مصادرة ممتلكاتهم بشكل كامل. وأجرت الصحيفة البريطانية عدة لقاءات مع الناجين من معتقلات النظام السوري، حيث أكد جميعهم أنهم أجبروا بعد المحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب على التوقيع على إدانات وأوراق أجبرتهم على التخلي عن حقوقهم المدنية وممتلكاتهم. نشرت وكالة الأناضول صوراً للخراب والدمار الهائل في مدينة بروديانكا التي استعاد الجيش الأوكراني السيطرة عليها من القوات الروسية، وتكاد تخلو الشوارع في المدينة من المواطنين، فيما تروي الأبنية المدمرة والعربات العسكرية المتفحمة أهوال الحرب وسط انقطاع عن الكهرباء والماء والغاز، فيما قالت سيدة بالغة من العمر 42 عاماً وأم لثلاثة أطفال إن الجيش الروسي قصف المدينة بشكل عنيف في الأيام الأولى للحرب. وأضافت السيدة التي فضلت عدم الكشف عن هويتها
لقد بقي الأطفال جائعين ولم نكن نستطيع الخروج. بدوره قال مسؤول رفيع فضل عدم الكشف عن اسمه إن المدينة بأكملها لم تعد صالحة للعيش، مشيرا إلى وقوع اشتباكات عنيفة للغاية فيها. والآن تابع معنا رسوم الكاريكاتير. شكرا لكم على حسن المتابعة، أستودعكم الله.